أيها الأحباب، والآن مع كلمة الدكتور رفاعي عبد الحق، فليتفضل المشكور. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله كان ولا شيء معه، الحمد لله يبقى ولا شيء معه، الحمد لله إذا حفظ شيئا فلا يملك مخلوق أن يضيعه، الحمد لله الملك قبل أن يخلق ما ملك، الحمد لله الملك بعد أن يفني ما ملك، الحمد لله الملك حين ينادي أين الملك فترى كل شيء هلك ولا يبقى إلا من أضاه الفلك. سبحانه سبحانه، البدر والشمس من أنوار حكمته، والبر والبحر طيب من عطاياه، الموج كبره، والوحش قدسه، والحوت ناجاه، والنمل تحت السطور الصم مجده، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا فيسترهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه. واصلي واسلم على النبي الاكرم والرسول الاعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. قل للفؤاد وقد تمادى غمه، ما لي اراك مسهدا مهموما، او ما علمت بان ربك قائل صلوا عليه وسلموا تسليما. فبها يفرج كل كرب فادح، وتكون ذخرا في المعاني عظيما، يجزيك عشرا عن صلاتك مره، وتنال عزا في الحياه مقيما. صلى الاله على الحبيب بفضله، وحباه بدرا من لدنه عظيما. يا ايها الراجون منه شفاعه، صلوا عليه وسلموا تسليما. ان الصلاه على النبي وسيله، فيها النجاه لكل عبد مسلم. صلوا على القمر المنير، فانه نور تبدى في الغمام المظلم. ان الصلاه على النبي غنيمه، من حازها حاز الكرامه وامتلك. فز بالصلاه على النبي مرددا، صلى الاله عليه ما دار الفلك، واتبع هداه فانه خير الهدى. أما بعد، إن الحديث عن الحبيب المصطفى والرسول المجتبى والخاتم المكتفى لهو حديث عذب المذاق، مجر لدموع المناق، بلسم لجفوة القلوب ولقسوتها ترياق. كيف لا وهو رسول الملك العلم، وحامل أنوية العدل والسلام، ومخرج البشرية بإذن ربها من دياشير الانحطاط والوثنية والظلام. صلوات ربي وتسليماته عليه، نبي المعجزات، وآخذنا عن النار بالحجزات، أأمن الناس على كل مسلم ومسلمة، وأحقهم نقلا وعقلا بالمحبة الواضحة والطاعة الصادقة، صاحب المقام المحمود واللواء المعبود والحوض المورود، بأبي هو وأمي عليه الصلاة وأزكى السلام.
وواضع للناس وهم الأتباع وخفض جناحه لهم وهو السيد المتبوع المطاع كان شديد الخوف والعبادة وافر الطاعة والقنوت والإفادة له شجاعة ونجدة وبسالة في الحق وشدة يبذل الرغائب ويعين على الصروف والنوال ما سئل عن شيء فقال لا وما شاء عن مرتف ولا قلى فيا لله هل في طوق الأبينا من مضارفة البيان أن يتفردوا بوصف نبي نزه عن المثالب والنقائص وكرم البديع الشمائل والخصائص كلا لعمر الحق كلا ملكت سجاياه القلوب محبة إن القلوب إلى الحبيب تميل ملكت سجاياه القلوب محبة إن الرسول إلى القلوب حبيب نبي تقي ورسول نقي زكى الباري لسانه فقال وما ينطق عن الهوى وزكى جليسه فقال علمه شديد القوى وزكى وزكاه كله فجاءت الشهادة الكبرى التي شرف بها الوجود وانزوت لها كل الحدود إذ يقول البر الودود وإنك لعلى خلق عظيم والتعبير بلفظ على يشعر بتمكنه صلى الله عليه وسلم ورسوخه خلق كريم فلقد كان صلى الله عليه وسلم أكمل الناس خلقا وخلقا فهو جل الجلال وجملة الجمال وكل الكمال عليه الصلاة وأزكى السلام صلوات ربي وتسليماته عليه ينبغي علينا جميعا أن نترسم خطاه وأن نتخلق بأخلاقه وأن نتصف بصفاته مشاهد حية من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في عجالة رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام كان ينام تحت شجرة يستظل بظلها يعلق سيفه على هذه الشجرة فجاء فأمسك الأعرابي بسيف النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم فاستيقظ النبي من النوم الأعرابي يقول يا محمد من يمنعك مني الآن إني لهيكيبة أين أبا بكر وعمر أين الصحابة يا محمد من يمنعك مني نظر النبي إلى الأعرابي وقال كلمة واحدة قال النبي صلى الله عليه وسلم الله ارتعدت فرائص الأعرابي سقط السيف من يده أمسك النبي بالسيف وقال وأنت أيها الأعرابي من يمنعك مني الآن قال الأعرابي حلمك وعفوك كن خير آت فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خلق كريم من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وفي يوم بدر كان النبي يقيم الصفوف فإن رجل يسمى سواد يقول المحدثون كان متقدم في الصف والنبي كان يمسك بقدح في يده فطعن هذا الرجل فقال له استوي يا سواد النبي صلى الله عليه وسلم يعص الصفوف
في المعركة الرجل ده متقدم شوي. النبي عقد حاجة بسيطة كده، طعن الرجل ده وقال له استوي يا سواد. الصحابي عمل ايه؟ قال أوجعتني يا رسول الله وأريد أن أقتص منك، يعني أنت ضربتني أنا عايز أضربك زي ما ضربتني. تخيل القائد الأعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرص الصفوف، جندي يطلع بره يطعنه طعنة يقول له زي ما ضربتني أضربك. ماذا فعل النبي صلى الله على النبي؟ قال استقل يا سواد، اقتص يا سواد، خذ حقك. فقال سيدنا سواد رضي الله عنه يا رسول الله ضربتني وانا عالي البطن، يعني ما كانش في حاجه على بطن، انا مستعد للمعركه وهدخل منك واريد ان اقتص منك. يعني ايه الكلام ده؟ يعني اكشف عن بطنك حتى افعل مثل ما فعلت. كمان يعني كمان خد حقك، لا انت ضربتني وانا عالي الصدر ولا عالي البطن، عايز اخد حقي بنفس الطريقه. يقول الرواه فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه الشريف وقال استقل يا سواد. فان بسيدنا سواد يحتضن النبي صلى الله عليه وسلم ويقبل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول رسول الله لماذا فعلت يا سواد؟ ماذا صنعت؟ قال يا رسول الله قد حضر ما ترى وضربت. اريدك ان تستشعر هذه الكلمات في قلبك لا في اذنك. يا رسول الله حضر ما ترى وضربت ان يكون اخر العهد ان يمس جلدي جلده. انت شفت المعركه، تبدا المعركه ممكن تكون اخر حياتنا، فانا عايز اخر حاجه من الدنيا ان جسمي يلمس جسمك. واردت ان يمس جلدي جلده صلوات ربي وتسليماته عليه، وفي روايه الطبراني لعلي ان انال بها شفاعتك يوم القيامه يا رسول الله. الموقف عدى، ممكن يكون سواد ده يعني ايه؟ مكان عند سيدنا النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، علشان كده النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم فعل هذا الامر. لا تكرر الامر مرارا وتكرارا. رجل يسمى اسيد بن فضيع، النبي كان بيمازح هذا الرجل وكان يمسك بعود، فطعن اسيد في بطنه. عمل له كده بيهرب معاه. فاسيد بن فضيع قال لك جات لي الفرصه. يا رسول الله اوجعتني، ضربتني، انا عايز حقي. قال اقتص يا حسين. فجئت سيدنا حسين يلتزم النبي، يحتضن النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، ويقول يا رسول الله هذا ما اردت، هو ده اللي انا نفسي فيه من زمان، انما ايه؟ يمس جلدي جلده صلوات ربي وتسليماته عليه. الصحابه فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عندهم هيان او هيان بالنبي صلى الله عليه وسلم، مش الصحابه بس، الكون كله من حجر وشجر وحيوانات، وكلكم يعلم قصه الجمل الذي حن وزرفت عيناه، قصه العصفور الذي شكا لرسول الله، قصص مليئه يعني كتب مليئه بهذه الامور. الكون كله يتفاعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى الاشجار الجمادات الجزء لما حن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الشجره لما جاء الاعرابي وقال النبي للاعرابي اتشهد اني رسول الله؟ قال لا. فاذ برسول الله يقول له اتشهد اني رسول الله؟ قال ومن يشهد لك بذلك؟ قال هذه الشجره، الشجره البعيده. فتعالى رسول الله يقول الراوي فجاءت الشجره تخط الارض حتى وقفت بين يدي رسول الله وقال اشهد انك رسول الله، اشهد انك رسول الله. واختم بهذه البشرى وهي عند الامام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال لما قرا رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله في ابراهيم رب
فإنهن أضلن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقرأ قول الله في عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. بكى رسول الله، بكى رسول الله، بكى رسول الله من أجل ماذا؟ السماء تتفاعل مع رسول الله قبل أرض. الله جل وعلا قال لجبريل: يا جبريل انزل إلى محمد وسله ما الذي يبكيك ورب يعلم. نزل جبريل إلى النبي، الله يقرئك السلام، ما الذي يبكيك ورب يعلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي. بكى النبي من أجلي وأجلك. أمتي أمتي. صعد جبريل إلى الملك الجليل وقال: يا رب إن محمدا يقول أمتي أمتي. قال الله: يا جبريل انزل إلى محمد وقل له إنا سنرضيك في أمتك ولنسوك أبدا. الله أكبر، الله أكبر. ولد الهدى فالكائنات الضياء، وفم السماء تبسم وسناء، الروح والملأ الملائكة حوله، للدين والدنيا به بشراء. يوم يتيه على السماء صباحه، ومساؤه بمحمد والضاء. يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها، وما يتعشق الكبراء. زادك في الخلق العظيم شمائل، يقرى بهن ويولع الكرماء. أما الجمال فأنت أنت 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 شمس سمائه، وملاحة الصديق منك أياه. بسوى الأمانة فالصبا والصدق لم يعرفه أهل الصدق والأمناء. فإذا سخوت بلغت في الجود المدى، وفعلت ما لا تفعله البذلاء. وإذا عفوت فقادر ومقدر، لا يستهين بعفوك الجهلاء. وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. وإذا غضبت فإنما هي غضبة في الحق، لا غضب ولا بغضاء. وإذا رضيت فذاك في مرضاته، ورضا الكثير تحلل ورياء. وإذا صحبت رأى الوفاء مجسما في بردك الأصحاب والخلطاء. وإذا قضيت فكأنما جاء الخصوم من السماء القضاء. وإذا بنيت فخير زوج عشرة، وإذا ابتليت فدونك الآباء. وإذا خطبت فللمنابر عزة، دعوا الندي وللقلوب بكاء. والبر عندك سمة وفريضة، لا منة ممنونة وجفاء. صلى عليك اللهم صاحب الدجى حاكم وحمد من فلا وجناه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.